بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل معنا في ضمن سلسلة دروس تعليم البروتوتايبينج في الأدوبي إكس دي. اليوم حناخد النافذة الرئيسية في هذا التطبيق اللي فيها الكلاسيفيكيشن لكل الكومبوننتس ولكل الانفورميشن اركتكتشر الخاصة بالناتشر اب. احنا قلنا قبل هيك حيكون الكلاسيفيكيشن عندي بيردز، انيمال، بلانتس، فلاورز، كل هذه الامور حنشوفها وحنتكلم فيها ونصممها. اولا نفتح الارت بورد ونيجي نحط الارت بورد هنا، بنسحب الارت بورد في الوسط بحيث انه نشتغل على هذه المساحه من العمل. بدنا نكبر الارت بورد، بنكبر الارت بورد. لاحظوا احنا قبل هيك استخدمنا اللايبراري وحطينا فيها بعض الكومبوننت، تعالوا نسحب الكومبوننت من هذه اللايبراري، منها موضوع الهيدر. هنا بنجيب الهيدر وبنحطه هنا بحيث انه احنا نعمل هيدر خاص بهذه النافذه. الامر الاخر، تعالوا الان بدنا نعمل شكل جمالي بحيث انه نعمل ايكونز خاصه بكل واحده من هذه الكلاسيفيكيشنز. كيف انا بدي اعمل الايكون؟ تعال نعمل دائره معينه بحيث انه هذه الدائره نعملها شيفت ونسحب، بنيجي فوقها كمان دائره، بنعمل الت وبنسحب، وبنصغر الدائره هذه او بنكبرها. تعال نصغرها بحيث انه يكون في عندي اطارين. طيب تعال نعمل ظل لهذا الاطار. لاحظوا الان بدي اكون في اطار فيها ظل على البوزيتيف، هي بدي اعمل شادو، الشادو بده يكون لونه من هذا اللون. بعد هيك بنحط هنا قول 10 او 15، وهنا ايضا بنحط 10، صار في عندي شادو بالطريقه اللي شايفينها امامنا. طيب بدي اعمل شادو فوق هذا، بدي هذا اعمل له توسيط مع بعضهم البعض وهيك وسطناهم. بنيجي بنعمل شادو ولكن من الاعلى. طيب هاي الشادو نختار نفس اللون، وبنيجي هنا نقول ماينس 15، وبنيجي نقول هنا ايضا ماينس 15. هاي لاحظوا ايش صار في الشادو، بنيجي بنجمع التنتين مع بعضهم، هاي بنعمل جروب، وممكن حتى الخطوط نغير الوان الخطوط. هاي لاحظوا معايا ممكن نغير الوان الخطوط بحيث يكون هاي البوردر تبعنا ناخده لون اخضر ونعمل البوردر تبعنا هاي 5 للتنين. طيب وتعالوا نكبر التنتين، بنحاول نعمل شيفت ونكبر التنتين، صارت لاحظوا صار في نوع من انواع الجمال مع تنسيق الخطوط مع بعضها البعض. بدنا نشوف هل بنقدر نسحب منها كم نسخه، هي 1 2. بدنا نكبر الشاشه النافذه، بنكبرها، هاي بنسحب النافذه وبنكبرها، وهي بنعمل الت هاي 3، وممكن كمان ايش نعمل هاي 4. تعال نشوف كم عنصر احنا فعليا موجود عندنا. هاي عندنا في بلانتس فروتس 2 3 4 5 6، في عندي 6 عناصر حاجيبهم في هذا المكان. هي 2 4، بقى عندي كمان 6 عناصر. طيب بنكبر برضو النافذة هذه وبنجيب العنصر الخامس وبنجيب العنصر السادس. الآن ممكن أحط هنا خط أو أحط هنا نص بجواره، بجيب المربع وبنعمل هذا المربع بنعمله فيه زي النص، بنعيد ترتيب الاحجام ما تقلقوا. طيب ايش النص بده يكون؟ تعال ناخذ النص الاول، بده يكون مثلا قول هنا انا او بيرد، هاي بيرد. طيب تعالوا نشوف كيف ممكن احنا نعمل تنسيق لهذا الخلفيه، نحكي عن هذا اللون مثلا. بنتكلم عن البوردر، ما فيش بوردر حيكون عندي، ممكن نعمل شادو، الشادو برضو بهذا اللون يكون 10 وهنا 10 بس. الاوباستي هنا احنا صغرنا الاوباستي بالمناسبة، احنا بدنا الشادو. طيب طب كيف احنا بدنا نحاول نعمل تنسيق؟ تعالوا نعمل تصغير لهذه نشوف كيف ممكن يطلع الشكل. وبنيجي نعمل هنا محاذاة وبنجيبها بالشكل هذا. طيب نصغر هنا، تعال نجرب نكتب انيمال، نجرب هاي نكتب او نحط نرجع النص هنا، النص بدنا نغير الفيلة له بحيث انه ياخذ فاتح او ياخذ ممكن لون اخضر او اللون هذا زي ما احنا بدنا نقرر. وبنيجي هنا بنعمل توسيط للنص. طيب تعال بس نحط هنا صورة، ممكن نعمل دراج اند دروب ونشوف ايش ممكن يصير في الصورة. احنا بنحكي عن البيرز، هاي البيرز بنعمل دراج اند دروب، لازم يكون بالعلامة هذه، هاي اجت الصورة هيك. بس تعال نعمل للاختبار،
هنا ممكن نضيف شيء جمالي بحيث انه يكون في عندي هنا قوس حتى ينسجم الدائرة مع هذا القوس ويكون في انسجام ما بين الاثنين. طب كيف ممكن اعمل القوس؟ بعمل كوبي من الدائرة بالضغط على زر الالت وباجي بعمل توسيط للاثنين هيك وسطناهم. هذه بخليها في الاعلى الرينج فرونت. طيب باجي بعلم الاثنين هذولا بقول له سابتراكت. ايش صار عندي؟ صار عندي شكل زي ما احنا شايفين، الشكل هذا بينسجم مع الدائرة اللي موجودة هنا هايها، تخيلوا وكأنهم طالعين من بعض او كأنه في عندنا علاقة بين التنين وبعضهم البعض. بنجيب البيرد وبنحط البيرد في المنتصف. الان بعد ما نسقنا هذين الشكلين بنحكي عن الاطار مع الصورة وكذلك الزر اللي فيه اسم الكلاسيفيكيشن، هذا بدي اعمل تكرار لهذا المقطع بحيث اني بعد ذلك احط الصور المناسبة والنصوص المناسبة. ايش بفعل؟ بفعل الريبيت جريد. لو جينا فعلنا الريبيت جريد بنسحب هنا للنهاية، انا عندي 6 كلاسيفيكيشنز باكتفي بالستة كلاسيفيكيشنز. طيب كيف بدي اجيب النصوص وكيف بدي اجيب الصور؟ احنا بنستخدم الفولدر هذا وهي عندي المجلد هذا، لاحظوا تعالوا نفتح المجلد ونشوف ايش وفي داخل هذا الملف. لو اجينا طلعنا على الملف النصي حنلاقي مكتوب فيه animals بيعبر عن الصورة الاولى، birds يعبر عن الصورة الثانية، fishes يعبر عن الصورة الثالثة، flowers الرابعة، fruits الخامسة، plants السادسة. بأجيب الملف النصي، لاحظوا الآن إيش بسوي؟ هاي الملف النصي بعمله سحب ودراج أند دروب وين؟ على أول وحدة. هاي لما بيجي التظليل لاحظوا إيش؟ البرد تظللت، بأترك المجال إجت بالترتيب اللي إحنا شفناه. طيب بدي أجيب الصورة الأولى، بضغط كنترول، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبضلني ضاغط كنترول الخامسة والسادسة. بسحب الصورة من هنا وبحط في هذا الإطار، لاحظوا اتغير لون الصورة. الآن بترك المجال، إجت الأنيمالز مقابلها أنيمالز، الصورة هذه مقابلها بيرز، الصورة هذه مقابلها الفيشز، الصورة هذه مقابلها فلاورز. أصبح الترتيب منسجم ومستقيم. بسكر هذا المجلد، باجي بطلع على موضوع المسافات ما بين كل آيتم والثاني. طيب هذا الريبيت جريد بتحكم في موضوع المسافات، هاي بصفر المسافات، ممكن أصغرها بالطريقة اللي موجود أمامنا. تعال نشوف كيف الشكل صار، أي صار عندي الشكل الموجود أمامنا. لاحظنا كيف هاي الأنيمالز وهاي البيرز وهاي كلهم موجودين بهذه النافذة. طيب تعال نكمل الجماليات في هذه النافذة ونشوف إيش ممكن نسوي في النافذة هذه. بدي أحط الآن فوتر. من وين بدي اجيب الفوتر؟ بجيبه من اللايبرري. هاي الفوتر بسحبه وبحطه في المكان هذا. تعالوا نحاول نحط الايكونز في نفس المكان. ايش الايكونز بدي اجيبها؟ ايش الايكونز اللي بدي اجيبها؟ بعمل دراج اند دروب او بجيب الايكون من هنا. بجيب الايكون من هذه المكتبه وبحطه في نفس المربع. بعد هيك بجيب الايكون الانفو وبحطه في نفس المكان. ولو بدي اعمل الايكون اللي بده يرجعني للخلف، ممكن هذا الايكون استخدمه، هي بعمل له الت وبجيبه هيك، ولكن بعمل له استدارة، هي بعمل له فليب هوريزنتال. هي فليب هوريزنتال اخذناه بالطريقة هذه، بنجيبه ممكن نحطه هنا او بنحطه وين؟ بنحطه في الاسفل، ما في مشكلة، ممكن هنا وفي الاسفل ما عندك مشكلة. هي بنعمل الت وبنسحبه على الأسفل أيضا، ولكن بنعطي له اللون اللي خاص بهذه الألوان اللي هو البيج الفاتح. هو بالمناسبة لون البوردر مش لون اللي هاي لون البوردر. هاي بفعل البوردر وبدي له اللون. هاي فعلنا البوردر ودينا له اللون، صار بالطريقة اللي موجودة أمامنا. بنيجي هنا بعد هيك إيش بنسوي؟ بنحاول نطلع في هذولا كلهم لفوق شوية حتى نصغر النافذة أكثر، ما يكونش في عندي مساحة غير مستغلة. فوق بنحط الايتم تاع المنيو، بسحب من هنا بروح بحطه وبجيب الايتم تاع السيرش بسحبه وبحطه في الأعلى هنا. هيك احنا بنكون وصلنا لأنه زينا الصفحة وحطينا فيها جميع العناصر. نعيد تسمية الصفحة، بنقول ناتشر كلاسيفيكيشن. هيك احنا بنكون عملنا الصفحة هذه
انتظرونا في الصفحة القادمة، حنتكلم في موضوع البيرز وكيف نوزع العناصر على مجموعة البيرز، والصفحة الأخيرة حناخد بيرد معين ونحط فيه كل الكلاسيفيكيشنز وكل المعلومات اللي ممكن تكون في هذه الصفحة. أتمنى يكون الدرس نال إعجابكم ويكون بسيط. انتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.